السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الدراري ديالنا شكرا بزاف وحق الله العلي العظيم. شكرا على لي كومونتير ديالكم، شكرا على لي زابوني ديالكم، شكرا على المشاهده ديالكم اللي خصنا نكونوا على حسن الظن، وتنتمنوا كنا على حسن الظن في القصص ديالنا اللي تنكونوا تنقولوها لكم من القلب واقعيه ما فيها لا زياده لا نقصان، وتنعاود لكم على حياتنا للعبره ماشي للفرجه. وتحياتي لكم، وكما عودناكم ديما هاد القصه اللي غندير اليوم تتمه ديال القصه ديال البارح ديال الطنجاوي والليبي، تتمه ديالهم غنكملها لكم اليوم حيت ضروري نكمل لكم القصه حتى الاخر. ففهم من هاد المنبر هذا ديالنا تنقول لك اخويا السي محمد المعطاوي تحياتي لك وعلى سلامتك وعلى سلامه خروجك، وحق الله تعالى بان انت ما كنتي تدير والو تنقولها لك بصدق لانك تنعرفك مزيان، ولكن جات عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وتنوجه التحيه لاختي اسماء الاخت ديالي، تنقول لها على سلامه الاخ ديالك، نعمه زعما نعمه الصديق بالنسبه ليا. واختي جنات تنقول لك راك بحال بنتي، وتحياتي لك وراك عزيزه وتنتمنى لك مسيره موفقه في حياتك في القرايه ديالك، واخا انت باقا صغيره قراي، وباش تعاوني باباك وماماك، والله يخلي لك الوالد اللي هو المهدي بن موسى. فتحياتي لخويا المهدي بن موسى لان اخ ونعم الاخ اللي عاوننا ووقف بجنبنا في ايامات العسره، فتحياتي لك خويا بن موسى. فسمحوا لي الدراري اللي طولت عليكم فهاد القصه ديال اليوم، كيفاش خلينا البارح خليناها بان داك البركاك شنو كدا هادي ياك. فتتمت الحلقه شنو بقى لينا؟ بقى لينا البركاك الثاني، حيت من هضرت معكم البارح قلت لكم راه جوج بركاكه، وهاد البركاك هذا الثاني من شاف هذاك مشى للكوزينه بغى يخدم خدمه الاخر، ولا شنو تيدير؟ ماشي بقى بلا، ولا انا تيجي عندي مثلا شنو خصني نمشي بطاطا، خصني شي حاجه وتنتعاملوا معاه نمشيو للكوزينه، الا كنا جبنا بطاطا هادي مسلوقه كندبروا عليه بطاطا مسلوقه شليضه كدا هادي، ولا واشنو تيدير؟ تيطلع الشنابر ديال الاخ طنجاوي، وتطلع الشنابر ديال الاخ الليبي، وتيبقى باش تيطلع ليهم، تيطلع يدوز من حداهم ويشوف واش كاينه شي حاجه، شنو داير تمايا، ماشي تا هو واقيلا، ماشي واقيلا تا هو تيقلب باش يجيب شي مرتبه احسن من هذاك، ما يمشيش للكوزينه، هذا غيمشي غيمشي للحبس، هذا هو في الحبس وغيمشي للحبس. غنكمل لكم القصه. صافي هاد البركاك هذا بقى تيطلع تما، وانايا تندوز نفرق الوراق وكدا وهادي، تنشوفو تيتسارها لديك البلاصه، ويني مال هذا؟ وانا تنشقى على راسي تبدا داكشي اللي محرمو القانون، ولكن ما حاضرنيش انا. تيجي عندي تيقول لي اخويا، عرفت هذوك البركاكه اللي تتكونش عنده كرامه، تيجي عندي تيقول لي اخويا عبد الكريم راه انا معاك والله يعاونك، خليني امن مع مال الوقت، خليني مع هاد اللي تيحسبوا راسهم برجوازيين، خليني مع هادو اللي تيحسبوا راسهم راه عندهم. تقول لي اخويا دابا انت بالحسن كاملك انت مسجون، مالك اصاحبي؟ هو اللي باش نزيدكم واحد الحاجه ديروها في راسكم، هذا ضرب فايت ضرب واحد الروح على سونترال فايت ضربه، وعاود جابها بمنتف قليل وبغى يخدم لينا داكشي اللي خدم، ما عرفتش خدمو سونكون خدمو سونترال كون داروا ليه شي حاجه ماشي هي هادي. المهم بقى حاطط تما هادي 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 هادي. واحد النهاريات تيبدلو لينا الشافكارتي عاوتاني، جا المدير جا كدا هادي هادي، تيبدلو الشافكارتي تيجيبو شافكارتي اخر. هاد الشافكارتي من نوع الشافكارتيات القدام، دوك النوع الشافكارتيات اللي كنسميوهم حنا كمسازن شافكارتي حباس مريض بالحبس. المهم جابوه تمايا قال لهم عيطوا ليا الشارجان، جيت لعندو شحال عندنا في لابي، شحال عندنا في كدا، شحال عندنا في هادي، عطيناه كلشي، جمع ليا دوك الدراري اللي تيخدمو معاك، جمعناهم اللي تيضربو الشيفون واللي تيسيقو داك الكارتي تيردوه مساكن جداد كدا، قالك لا تحيد عليا هادو وتخلي ليا هادو ودير ليا هادا. صافي من تما عرفتو راه داك الشاف كارتي هادا راه ما غيطولش وما كدا. صافي داك البركاك من شاف داك الشاف كارتي تيدير بحال هكاك، فمشى عندو هضر ليه في ودنيه، قال ليه شي حوايج، عطاه شنو داير، لا عليا لا على الفوقاني الاخر، داك الليبي والطنجاوي ما يقدرش يوصل ليهم داك الشاف كارتي، الا وصل ليهم يحيدوهم لتما، هو عينيه فيا انا. علاش؟ حيت هو من واحد البلاد وبغا ولاد بلادو هما اللي يكونوا شارجان، يكون شارجان، انا ما خصنيش نكون شارجان. المهم ما عليناش، هي الفكره ديال الشاف كارتي، ما علينا. صافي تقرب من داك دا ويقول لي جا عندي الشاف كارتي ويقول لي الجب، قلت ليه مالك؟ قال لي هذاك السونطراوي غنخرجوه يبقى يقبط الناس الريجيم. قلت
التيريزي مرة تنقبطو حنا وحنا كدير شغلنا بلا ما يجي يخرج حتى شي واحد وكذا وهادي وهادي وهادي. قال لي لا غيخرج، قلت له صافي خرج ما عليناش خرج، ولا تيقبط الريجيم ولا تيقبط هادي ولا تيقبط هادي ولا تيقبط من الريجيم، ولا تتلقاه فين وليتي تتلقاه حدا المدير، تنكون دايز من تما غادي نجيب ورقة الزيارة ولا شي لعبة تلقاه واقف حدا داك الباب، داك الطاجاوي مسكين تيكون خارج غادي الزيارة تيقول لي تيرجع الكارت تيقول لي خي عبد الكريم هذاك هذاك الطنجاوي شنو هذاك هذاك السنترا واش يدير تما، وتنقول يا خي الطنجاوي ما عرفوش شنو يدير، قال يا خي الجمر ما عاجبنيش هذا، وحتى اللي بيتا هو واحد النهار يهز معاه الكفاف ويقول لي الجم هذا راه ما عاجبنيش، قلت ليه هذا راه كيقلب لينا على شي مشكل هنا وغايدير لينا مشكل ما عليناش. هذاك البركاك بقى صافي تما مشى تلاقى مع المدير، عطاه المدير دابا وقفو تما صحا ماشي بقى ماشي شارجان غير على هذاك وحاضر الحبس صافي. بقى كي حتى لواحد النهار ياك مع جوايدك الجوج هو بقى برا الشومبري ديال اخ طنجاوي واللي بيتي بقاو معلولين ما تمشي بحال الاخرين ما تتسدوش، دايز هو طالع طالع عيب شويه هو دايز حدا الشومبري ديال طنجاوي بقى داير ودنيه تيتفنار ويسمع طنجاوي تيهضر في التليفون، والتليفون ما معروف واش كاين ولا ما كاينش، ويهضر في التليفون تيسمعو تيهضر في التليفون، ويبقى صافي مشى هو يمشي لعند حدا الليبي طلع عليه لقاه فايق ويرجع في حالو، رجع في حالو ويمشي نيشان عند هذاك الشبكه تيقول ليه بغيت نخرج لبرا نمشي للكوزينه، هو مشاش للكوزينه مشى عند المدير، تسنى المدير تا كان خارج وسال المدير كدا كدا دار التليفون كاين البلاصه الفلان الفلانيه، صافي جاو لافاي ما لقاوش التليفون، كانت دايرين ليه واحد دايرين ليه واحد التخبيه اللي ما طيحش على راس الخلق، تخبيه ما طيحش على راس، وانا غنوريكم هاد التخبيه، عباره على حيط حيط عباره على حيط حيط مجير بالبيض مجير، تتحفر داك الحيط وتتقبض التليفون تما وتتقبض الصابون وتترقدو مزيان وتضربو فوق داك التليفون وتضربو مزيان، وتتكون عندك ديما واحد شويه ديال الجير تتاخدو من عند البني تتشري من عنده وتتصبغ ديك البلاصه، ملي تيدخلو لافاي ما عمرو ما غيطيح ليه الموظف فراسو بانه في الحيط مخبي التليفون، هذا هو تيديرها تيبان ليه الحيط كامل ابيض، ويوم يقلبوا عليه ويوم ما لقاوش التليفون، فتما تنكتشفوا بانه هو اللي دار لنا هذا المشكل هذا، فغيطرالي بحال الاخر البركاك الاخر صافي طان 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 هذاك الطنجاوي عنده الناس عنده الناس ديالو مشى عند المدير هذاك علاش دخلتي عليا علاش كدا واش كاين شي مشكل واش كاين كدا، قال لي لا هادي راه كدا الخبار ديالكم طلعت كدا هادي هادي صافي. دابا بقى معايا داك البركاك وليت تقلب ليه عليه تقلب ليه واحد النهار ما غيجيبو الله الله بغاه بغاه ياكل الله صاو بغاه يتصوبن وبغاه كلشي، شنو غيدير انا في واحد الكرواج جاي الله تجري كرواج جاي باش نجي للباب ديال الباب ديال الكارتي فين تيعطيو الريجيم، هو قبط يلا قبط الريجيم انا نجي والدنيا ما كاين حتى شي موظف ما كاين حتى واحد كلشي تفدين عليه، وانا نجي يلا تنقلب على كتيبان لي السيد شنو تيدير، قبط شوبينات مساكن ديال صحاب الريجيم وانتوما صحاب الريجيم ما تياكلوش تياكلو غير هذيك الصوبه هي اللي عندهم تيديروها سلاطه ولا هذيك هذيك ولا هذيك بطاطا المسلوقه تيقردها ويعاود يديرها مع هذيك الصوبه وتتولي ليه دواز، ما نقولكمش جميله اللي عاقل على الدواز يفهمني شنو قلت ليه الدواز كيردها دواز باش تولي مريقه ما يمكنش، ما عليناش شنو هو تيدير قبط شوبينات كامل ديك 12 شوبينه اش تيدير، قبط واحد شوبينه كبيره كيهز بطاطا من هادي دابا جابو ثلاثة بطاطا تيهز هذا بطاطا يهز لاخر خيز زوا يهز لاخر بطاطا لاخر بالصلاع لاخر خيز زوا تيعمر تشوبينا وتيمشي هو تيبيع لواحد عنده باش هو ياخد باكية كارو ولا تيدخلها معاه باش ويهرس واحد مسكين تياكل الريجي، فأنا مع ديك اللحظة اللي تندير لقيتو تيحيد من لهنا وتيحيد من لهنا وتيحيد من لهنا، جيت على غفلة وأنا قبطو من اللور من لهنا قبطو من وراه قبطو وأنا خشيت في الكريه تطير الله يلا يا ربي تسمح لي، وهادشي راه تنعاود لكم الدراري للعبره ماشي للفرجه، تنعاود لكم شنو المقاصد شنو شنو الحياه كانت قاسيه شويه ولكن بعد العسر يسرا، كل ان بعد العسر يسرا، صبروا نضربوا مع الكريه ويتحل لي هاد البلاصه وما يدونا عند رئيس المعقل، دونا عند رئيس المعقل صافي مالك معاه مالك هو منطو هو ومنطوني حتى انا
مال هذا ويجي صافي طنجة ويخرج ديك الساعة مشانيش أنا عند المدير صافي طق طق تفاهموا هو ويجي مالكم قلت لي هذا لقيتو وين مشاو عند الدراري ومشهدوا في عند صحاب الريجيم قال لهم آتي نقص لينا من الريجيم ديالنا وتدي لينا من ديالنا وهذا ديما وكذا وتتشكاو من الجم وما بغا يدير معاه والو ولكن هذه المرة قبضوا قطارة دار معاه المشكل وهذا الشيء اللي كان المدير ويرجع عنده قال لي واش تدي من الريجيم قال لي لا راه تديه واحد الطيطة باش ناكل نتعشى قلت له تشري بابا كيتمرمر راه سعدات المدير قلت له حنا ماشي نبقاو ندور فيك عباد الله وكذا وقال لي حيد لي المدير قال لي نتايا عزل الكارتي اللي باغي تمشي ليه الجم رجع لبلاصتك ضربة مشى فيها علاش غيمشي فيها ما عندوش حق وعلاش ما كيكونش القانون ديك الساعة لأن المدير عارفو ماشي راجل عارفو برقاك ما غيحترموش ما غيحترموش وكذلك القصة هذه مازال عندها واحد التتيمة غنعاود نحاولو نعاودوها لكم الجاية ديال باقي فيها الليبي والطنجاوي وكي غتسالي هاد الحكاية هادي وشنو غيطرا فيها وغيجيو فيها ناس من برا اللي هو المندوبية يجيونا السيف في الوطن والمشاكل في القصة الجاية إن شاء الله تنتمنى تنا الإعجاب ديالكم وتنتمنى تكون تاخذونا على قد القصص اللي تنقولوا وحدة نقول لكم من القلب بدون أي فتحياتي لكم وشكرا وتنوجه لكم عواشر مبروكة لكم ولولادكم ولجميع الأسرة ديالكم والله يرحمنا ويسعدنا.